طلعتها اللعيبه. لازم من الاول نحييك طبعا، ما شاء الله من بدايه الموسم نتائج فعلا بتتحقق على ارض الواقع في فرق قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ما شاء الله 97، بالرغم ان 97 يعني تابع الفريق الاول اكتر، لكن الأول. موجود معاك في قطاع الناشئين، متصدر جدول المسابقه، فريق 2000 متصدر جدول المسابقه، 2001 متصدر جدول المسابقه، 2005 2004 صعدوا للتصفيات النهائيه للبطوله، فما شاء الله عامل شغل واضح للجميع في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. والله الحمد لله، ودي يمكن اذا كان بيدل على شيء بيدل ان احنا كلنا الحمد لله نظام واحد وسيستم واحد شغالين عليه، وهو دائما خدمه النادي الاهلي، يعني كلنا بنبقى في مواقف خدمه النادي الاهلي، وعشان كده كل المدربين والمديرين الفنيين والاداريين وكل القطاع الحمد لله بيسعى لتحقيق بطولات للنادي الاهلي، لان ده بيضاف لرصيد بطولات النادي الاهلي، وهناك تعاون، يعني تعاون انا كرئيس قطاع وتعاون مع الاجهزه الفنيه وكل الاداريين وكل العمال، ان احنا الحمد لله بنشتغل بمنظومه الالتزام والانتظام دائما لخدمه النادي الاهلي وخدمه قطاع الناشئين في النادي الاهلي، عشان كده الحمد لله في طفره في النتائج الحمد لله السنه دي. الهدف يا كابتن فتحي وانت يعني بتدير قطاع الناشئين، هل الهدف انك انت يعني عايز عينك على البطولات بس، ولا عينك برضو على المدى البعيد ان انا اطلع لعيبه للفريق الاول، وخاصه كمان يعني قرار صراحه بنحيي مجلس اداره دكتور سراج انك تطلع يعني براعم صغيره 12 سنه في السن ده انه يشترك في بطوله دوليه ويكتسب خبرات كبيره، هل عينك برضو على الفريق الاول وانت شغال وعينك على البطولات؟ والله انا شغال على محورين، يعني شغالين على محورين والقطاع كله عارف كده والمدربين عارفين كده، ان احنا بنخدم اولا قطاع الدرجه الاولى وبنبص على اللعيبه البروميسنج، وانا يمكن عامل يمكن حاجه كويسه جدا جدا في كل المراكز، عندي مركزين ثلاثه ده عامله اسمه فريق المستقبل للنادي الاهلي، وكنت متفق مع الكابتن محمود الخطيب على هذا الكلام، والحمد لله انا بشتغل فيه لحد دلوقتي، وبنقيم كل لعيبه في كل مركز على السن، يبقى ان شاء الله ليهم دور ان شاء الله في الفريق الاول في النادي الاهلي. برضو البطولات يمكن ده المحور الثاني ان احنا بنسعى عليه، لان برضو البطولات اما النادي الاهلي بيحوز على بطولات برضو بتبقى حاجه جميله في حق النادي الاهلي، انه دائما النادي الاهلي في قطاع الناشئين بيحرز بطولات. تمام. ولو اتكلمنا على دلوقتي على 2006، يمكن 2006 برضو من الناس اللي كابتن جمال المدير الفني بتاعهم والكابتن احمد جمال مميزين، يعني مميزين، ويمكن قبل البطولة دي على فكرة لما جه الجواب الرسمي للنادي الأهلي بالاشتراك في بطولة دبي الدولية، على فكرة الكابتن محمود الخطيب كلمني قال لي يا كابتن فتحي شوف هتقدروا تبقى عاملين نتائج كويسة هناك، نتائج إيجابية، ولا هنروح، ما عرف بقى إن في برشلونة وريال مدريد وفينتس وفرق عالمية، قال لي ولا هنروح يبقى شكلنا وحش. قلت له يا كابتن اديني فرصة يوم وهرد عليك، قيم الوضع كاملة، اقيم الوضع. كلمت الكابتن جمال وقلت له كابتن جمال ايه الوضع؟ قال لي يا كابتن ما نقلقش، فرقة كويسة وعندي اولاد مميزين وهختار 14 واحد يطلعوا. انا بقى اروح للكابتن جمال اول ما الكابتن فتحي بيقول يعني